وموضوع الاختبارات ده طبعا موضوع يعني قديم جدا من 20-25 سنه. النادي الاهلي حريص على انه يبحث عن الحقيقه المواهب في المحافظات. المحافظات فيها مواهب كبيره جدا، وبالتالي هذا مثال للاكاديميات بتاعت النادي الاهلي اللي هي منتشره في كل المحافظات. الان الاكاديميات بتعمل الحقيقه خدمات كبيره جدا للنادي الاهلي ولقطاع الناشئين، لان يعني الملعب ده ملعب الاكاديميه، وفي طبعا اكاديميه النادي الاهلي من الاكاديميات القديمه قوي، اكثر من 8 او 10 سنوات الحقيقه. ابو كبير من المحافظات المهمه جدا، فيها مواهب كبيره جدا الحقيقه، ودي حاجه تسعدنا لانها الحقيقه افرادت لعيبه، مش عايز اقول لك اسمائها، يعني الشرقيه بالذات، يعني عماد متعي، اسامه حسني، مش عايز اذكر اسماء حقيقه، لكن احنا جايين هنا عشان برضو ايه نشوف النجوم الموجوده الصغيرين المواهب نقدر نخليها برضو ايه تبقى موجوده معنا في الاكاديميه وكمان في قطاع الناشئين. الاكاديميه برضو يا جماعه عشان بس نبلغ كل الناس ان الاكاديميه اللعيبه اللي فيها المميزه احنا بنتابعها طوال السنه، ودي حاجه بتساعدنا ان نتابع تطور اللاعب ومن خلال الحقيقه التدريبات، ونشوف بقى احتياجاته ليه في الفترات اللي قبل ما نقدمه للقطاع كنجم يعني. ودي حاجه مهمه جدا، بنتعاون مع الحقيقه مع كابتن خالد بيبو والان مع كابتن بدر رجب، عشان الحقيقه الاكاديميه بتخدم القطاع بشكل مهم جدا، لانها اصبحت الان بتفرز 90% من لاعبي القطاع. زمان كنا بنجيب اللعيبه الحقيقه من خارج الاكاديميات، لكن اصبحت الحقيقه اغلب اللاعبين اللي هي بيستعين بهم القطاع الناشئين هم من الاكاديميات. ليه؟ لانها بتخدم اللاعب وبتطور من اداءه وبتخلي اللاعب عنده فكر وحقيقه وجهود بدني ولياقه بدنيه، وعنده بقى من الخبرات ما تخليه يقدر ينافس اي لاعب جاي من خارج الاكاديميه. عشان كده احنا ان شاء الله اتفقنا مع قطاع الناشئين وكابتن خالد بيبو وكابتن بدر رجب، هنروح ان شاء الله السويس، وهنروح بقى هنروح المنصوره، وهنروح اسكندريه، وهنروح الغردقه، وهنروح الصعيد بالكامل، وهنكون متواجدين في شبين، وهنكون متواجدين في حقيقه في اكاديميات دمياط، ودي حاجات مهمه جدا. احنا عندنا اكثر من 20 اكاديميه في المحافظات نستطيع من خلالها ننتقل لاعبين جيدين لنادي الاهلي حقيقه، ودي حاجه حقيقه بتبقى قاعده كبيره جدا للنادي الاهلي مستقبلا، عشان تكون اللعيبه اللي موجودين فيها بيؤدوا اداء مميز من خلال الحقيقه برامج موجوده، من خلال الخبرات موجوده من كل الحقيقه المدربين الموجودين في ذلك المجال ان شاء الله. فانت عارف النادي الاهلي حريص انه يكون له اكاديميه في كل محافظه، فانا حقيقه قدمت خريطه للنادي الاهلي للجنه التخطيط، كابتن محمود الخطيب طلبها انه يشوف الاماكن اللي هي ما فيهاش اكاديميات عشان نحاول ننشئ فيها اكاديميات. عندنا طبعا الحقيقه يعني عندنا محافظه مرسى مطروح ما فيهاش، عندنا الداخله والوحدة الداخله والخارجه ما فيهاش، عندنا حقيقه في اغلب الاكاديميات الاخرى مثلا طنطا ما فيها، يعني هنحاول ننشر هذه الاكاديميات عشان هي النادي الاهلي ما بصش ليها من ناحيه ماليه او من ناحيه فنيه بقدر ما هو بيبص ليها من ناحيه اجتماعيه، انه حقيقه انك تخلي اللعيبه يمارسوا كره القدم في جو صحي تحت اشراف خبراء او تحت اشراف برامج موجوده. دي طبعا الحقيقه النادي الاهلي بيسعى من اجلها، عشان هي عنده جماهير كبيره جدا في كل المحافظات عايز يقدم هذه الخدمه الحقيقه، الخدمه المجتمعيه. والحقيقه والمميز ان شاء الله هيبرز، هيكون موجود في النادي الاهلي، واللي ما مش هيوفق ممكن يروح انديه اخرى، لانه الان الحقيقه عدد اللاعبين اللي موجودين في الانديه الاخرى من اكاديميه النادي الاهلي تجاوز ال 400 لاعب، وعندنا احصائيه موجوده من خلال الحقيقه طبعا من ايام كابتن محمد رمضان لما كان ماسكها، وبعد كده الشيخ عبد الشافي، وبعد كده جه كابتن خالد بيبو، وبعد كده ابراهيم عبد الصمد، وبعد كده انا. فحقيقه في عدد كبير جدا من اللاعبين الحقيقه خرجوا من هذه الاكاديميات من النادي الاهلي ومن غير النادي الاهلي الحقيقه. فدي حاجه انا بقول النادي الاهلي ومجلس ادارته حريص جدا على ان يوفر كمان الاشتراك في هذه الاكاديميات باقل الاسعار، دي حاجه مهمه جدا. مفيش اكاديميه في مصر كلها بتعطي هذه الخدمات وهذه الامتيازات وهذه البرامج ومدربين على اعلى كفاءه بهذا المبلغ حقيقه. ده مبلغ رمزي لا يتجاوز يعني انه بس يعني يا دوب يطلع مصاريف للادوات ولايجار الملاعب وكده، لكن النادي الاهلي لا يتربح بالشكل الحقيقه اللي هو الهدف منه انشاء هذه الاكاديميات.